السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالاً لسلسلة فيديوهات أرخص سيارات مستعملة في مصر اللي بدأناها في الجزء الأول بسعر من 5000 إلى 10000 جنيه، والجزء الثاني بسعر من 10000 إلى 20000 جنيه. في الفيديو ده هنكمل السلسلة بسعر من 20000 إلى 30000 جنيه. في عربيات مكملة معانا من الأجزاء 1 و2 زي مثلاً الفيات 128، بس سيبنا موديل السبعينات والثمانينات ودخلنا في موديل التسعينات، والعربية لادا بس موديلات 2105 و2107. العربية ريجاتا اتحولت الى شاهين، وبدل البيجو 305 اتطورنا الى البيجو 504، وعدنا مرحلة الفيات الكبير زي ال 132 ودخلنا على ال 131. هنخش في انواع جديدة زي النيفا والمازدا 323 والسوزوكي سويفت، يعني الدنيا بتتطور وهتلاقي معاها العربيات بتتغير للأحسن والحالة بتبقى أفضل لأن أعمار العربيات هتبقى أقل. وبرضو هقول بعض المواصفات والمميزات والعيوب لكل نوع، وبعد ما نخلص كل عربية هجيب سعرها من موقع أوليكس علشان اللي بيحب يطمن إن السعر موجود، ولو إن الموضوع ده بيطول الفيديو بس أمرنا لله. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وشير علشان ناس اكتر تستفيد، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة. لو عاوز تتفرج على الجزء الاول اسعار من 5000 الى 10000 جنيه ممكن تدوس على اللينك اللي هيظهر هنا، والجزء الثاني اسعار من 10000 الى 20000 جنيه دوس على اللينك اللي هيظهر في نفس المكان. ولو عاوز تعرف افضل طريقة للشراء من اوليكس باقل سعر وتفهم الموقع ده كويس علشان تحقق منه اكبر استفادة دوس على اللينك ده. نبدأ على بركة الله. اول نوع معانا الفيات 128 موديل التسعينات واوائل الالفينات، ودي سعرها بيكون من 20 الى 30 الف جنيه حسب الحالة والموديل. بالنسبة للعربية دي انا بحذر اللي ناوي يشتري ال 28 ان العربية دي بالذات فيها هري كتير، وفي ناس بتحاول تتوه السعر علشان يشتروها ب 10000 ويبيعوها للناس ب 30000. يعني هتلاقي ناس عارضين موديل السبعينات ب 30000 ومعدل العربية ومغير شكلها لموديل التسعينات ورششها ومصدق نفسه وبيطلب السعر ويتشرط كمان. وللأسف الناس دي اللي مخليهم يعملوا كده هم الغلابة اللي مش فاهمين وبيشتروا. لكن عشان الموضوع يكون واضح لازم نعرف ان موديل السبعينات سعره من 7000 الى 10000 جنيه، والعربيات مغرقة السوق بالسعر ده. وموديل الثمانينات من 10000 الى 20000 جنيه وما يزيدش عن الرقم ده، والعشرين ألف دي كمان لازم تكون فابريكا جوه وما فيهاش غلطة. وموديل التسعينات لحد 2005 من 20 الى 30 الف جنيه، وده اخر سعر لل 128. مفيش حاجة اسمها 128 فوق ال 30 الف، ده اسمه استهبال. العربية اصلا عربية تعبانة على شاسيه علب والبرومة لعبة فيها البخت، ومهما ترشت من بره ولا تغير الفرش ولا ركبوا لها جنوط هتفضل ال 128. ما تدفعش اكتر من الرقم ده ولو لقيت صاحب العربية دهنها بالسمن البلدي. انا شرحت تفاصيل العربية دي في الجزء الاول والتاني، وكل ما الموديل يبقى احدث كل ما المشاكل بتزيد، لان الموديلات القديمة كانت ايطالي، اما الموديلات الجديدة فهي مصري. ضيف على مشاكلها تجميع وتقفيل سيء وبرومة اكتر علشان ما يرشوش عندنا بدون معالجة ضد الصدأ. يعني موديلات السبعينات البرومة فيها اقل من التسعينات، بس السبعينات طبعا ارخص علشان التقادم مش اكتر. العربية دي انا اتكلمت عنها كفاية ومواصفاتها موجودة في الاجزاء السابقة. هنستعرض العربية 128 على موقع اوليكس عشان نطمن بس ان الاسعار مظبوطة. بالنسبة لل 28 في اول عرض استعمال حريمي 28000 موديل 2001 طقم جان سماعات سوني رخصة بسنة ونص. وادي العربية قدامنا صورها، عربية 128. ادي عربية تانية 128 على 30000 موديل 99، تمام.
حالة جيدة، طقم كاوتش زيرو، ما كملش شهرين، شد عفشة كاملة. المهم هو عامل فيها شغل. ادي العربية قدامنا، حالتها معقولة. شوف عربية تالتة، عربية 128 موديل 92، 28,000. طبعا كل العربيات دي ممكن نفصل فيها، بس في حالة ان لقيت فيها مشكلة تتخصم من السعر. دي موديل 92، مرور امرية، رخصة لحد 3/2020، فتيس 5 غيار. العربية قدامنا حالتها كويسة وواقفة على حيلها. طبعا ما يبانش الكلام ده الا بالكشف. النوع الثاني معانا هو اللادا 2105 و2107، ودي سعرها يتراوح من 20 الى 30 الف جنيه حسب الحاله والموديل. اتكلمت عن مواصفاتها في الجزء الثاني، اما عن الفرق في الشكل ما بين ال 2105 وال 2107 فهو مش كبير. قطع الغيار سهله ومفيش فرق، يعني في قطع غيار تركب على الاثنين. في الروسي هتلاقي العربية فيها كماليات عن المصري، زي الانجكشن او اذرع تغيير مسار الهواء في التابلو، الاكسدام ستانلس في الروسي، بس في المصري الاكسدام انتمونيا. علبة العدادات 2105 ما فيهاش ار بي ام، ال 2107 فيها ار بي ام. فرق بسيط قوي في الشنطة وعصاية الفتيس والدركسيون والفانوس الخلفي. ال 2107 فيها ساعة في منتصف التابلو وكراسي وكنبه خلفيه طياره. بالنسبه الفرق في المحركات، ال 2105 تمانينات كانت 1500 سي سي، التسعينات نزلت تركي 1200 سي سي كاتينا كاوتش. اما ال 2107 1500 سي سي و 1600 سي سي كاتينا جنزير. فرق المصري عن الروسي الاكسدامات والباكيتات على الابواب وطاسات العجل والجنط مختلف. تغذية الوقود في الروسي انجكشن مع المحرك 1600. في أحزمة أمان خلفية في النسخة الروسي. سعر إعادة البيع طبعا لصالح الروسي. إيريال الراديو في الروسي بيبقى في الرفرف الخلفي، أما في المصري فهو راكب على القايم. بالنسبة للصيانة، أي ميكانيكي يعرف يشتغل فيها، وإن كان في بعض الأشياء أحيانا بتحتاج ميكانيكي لادة، زي ضبط الإسبراتير والتقسيمة وضبط التكيهات. العربية قوية جدا ومريحة جدا وموفرة جدا جدا في استهلاك الوقود. بتعمل 200 كيلومتر في الصفيحة وشغالة بنزين 80 بنزين 90 كله ماشي. عربية حمولة واعتمادية وأعطالها قليلة. نستعرض العربية اللادا. معانا أول عرض على موقع أوليكس. حد بيبيع عربيته سيارة لادا 2105 كسر زيرو فابريكا دواخل ب 25.5، 2105 موديل 98. مكتوب فيها جنوط سبور، ذو ازاز كهرباء، رخصه 3 سنين، مقاعد جلد، فوانيس شبوره، كاوتش جديد، بطاريه جديده، فابريكا دواخل. العربيه قدامنا اهي، منزل لها صورتين على 25,500. شوف عربيه تانية. دي عربيه تانية لادا موديل 93، عاملها غاز، بيبيعها على 23,000. عربية لادا 2105 موديل 93، غاز وبنزين، رخصة سنة، بطارية جديدة، كاوتش حالته جيدة، العربية حالتها كويسة وبتسافر. وادي العربية والمعاينة بتاعتها في اكتوبر، العربية كويسة. وادي الانبوبة بتاعت الغاز، هي فيها باب بس عايز ترش. طبعا بالكشف هيبان كل اللي فيها. هو بيبيعها على 23,000. وادي عربية لادا تالتة، حالة ممتازة، بيبيعها على 29,000. العربية باينة قدامنا اهي، حالتها كويسة، موديل 95، 2105، حالة ممتازة، دواخل فابريكا مرفوعة، سنوات 5 سنوات، رخصة 7 شهور، برجال اتصال جادين. ادي العربية فرشاها جلد من جوه، حالتها يعني معقولة. هذه العربية قدامنا. ثالث نوع معانا هي السيارة نيفا موديل الثمانينات، حتى سنة 1993، ودي سعرها من 22,000 إلى 30,000 جنيه حسب الحالة. مميزاتها عربية مرتفعة عن الأرض، جرى رباعي،
هيكلها قوي وعفشتها محترمة، قطع غيارها رخيصة ومتوفرة، بتتحمل السير الطويل على طرق سيئة، عربية مشاكلها بسيطة وحلها سهل، سعرها رخيص جدا بالنسبة لإمكانياتها وبالنسبة للموديلات القديمة المتوفرة في مصر. أما بالنسبة للحديث، تجميع مصري، محرك انجكشن 1700 سي سي وباور وتكييف، لكن تكييفها ضعيف نوعا ما، والإزاز الكهرباء وزوايد فايبر، وتقفيل السيارة ليس بالمستوى المطلوب، غير القديم الروسي طبعا خالص. عيوبها العربية باب واحد، والدخول والخروج من وإلى الكنبة الخلفية صعب جدا، مساحتها الخلفية ضيقة سواء الشنطة أو الكنبة، سواقتها خشنة، وده بالنسبة للموديلات القديمة. يعني لو اللادة بتربي عضلات، النيفا هتحولك أرنولد شوالبانجر، لكن لو دايما إيدك في صيانة العفشة والتشحيم مش هتحس قوي بالموضوع ده، بس ما ينفعش تقارنها طبعا بعربية ناعمة. موضوع ارتفاع درجة الحرارة ده مشكلة سهلة حلها، هتركب ريدياتير 4 ماسورة نحاس وشكرا. فتيس الغرز بيتقل العربية جدا، يعني ما ينفعش تمشي كتير عليه بسرعات عالية. في ناس بتقول انها مش ثابتة في الملفات، مع اني اختلف مع الكلام ده، وبرضه مش مشكلة، والحل بتركيب كاوتش عريض. من الاخر، طبيعة الاستخدام هي اللي بتحدد العربية اللي نشتريها. والنيف عربية ممتازة على الطرق المكسرة والطينية والشغل في الجبل، ولكن إعادة بيعها تقيلة نسبيا، لأن معظم اللي بيشتريها أغلبية تحركاتهم على طرق سيئة زي مزارع أو جبال أو صحراء أو غرز، بمعنى إن مفيش حد في استخدامه اليومي على طريق مسافلت هيشتري عربية نيفا إلا لو غاوي. استعرض العربية النيفا على موقع اوليكس، وادي حد بيبيع عربيته، عربية نيفا موديل 82 بيبيعها على 29,000. العربية باينة قدامنا اهو في الصور، عربية نيفا موديل 82، مرور طنطا، رخصتها لحد 2021، محرك استيراد 1200 سي سي بالفتيس 5 غيار، لا تحتاج مصاريف. هي واضح فعلا العربية كويسة اهي، اهي باين عليها طبعا بالكشف، هيبان كل اللي تحت الجلد والبارومة والكلام ده كله، دي أهم حاجة. شوف عربية تانية، عربية نيفا موديل 93، رخصة سنة، معروض على 25,000 على موقع أوليكس. نيفا 93، موتور 1600 سي سي، نيفا 93، رخصة سنة، مرور مقطم، طبعا عايزة شوية شغل. هو بيبيع على 25. نشوف عربية نيفا تانية، نيفا موديل 82 فابريكا، 22,000، موديل 82 فابريكا دواخل، رخصة سنة، العربية واضحة قدامنا. لا لو غاوي. النوع الرابع، السيارة فيت 131 أو ميرا فيورا الأسطورة الملقبة بمرسيدس الفيت. موديلات من 1974 إلى 1984، ودي سعرها بيكون من 20 إلى 30,000 حسب الحالة. العربية دي بدأ إنتاجها سنة 1974، واستلمت الراية من الفيت 124 في فئة السيارات المتوسطة، وحملت نفس الموتور، فكانت نازلة بنوعين من المواتير، 1300 سي سي بقوة 65 حصان و1600 سي سي بقوة 75 حصان. سنة 77 أنتجوا السوبر ميرا فيورا، اتوفرت بنوعين من المحركات، ال 1300 وال 1600 سي سي بقوة 75 حصان و97 حصان، ولأول مرة تم إضافة موتور ال 2000 سي سي بقوة 112 حصان، اللي هو كان راكب في ال 132,000، وكل المواتير دي 2 كامل. وهسيبكم تتخيلوا موتور 112 حصان على عربية وزنها طن و100 كيلو ممكن يخلي أدائها عامل إزاي. طلعت العربية العظيمة على المعاش سنة 1985، ودخلت مكانها الفيات ريجاتا بعد إنتاج تعدى 1.5 مليون نسخة، وانتصارات وحب جميع من امتلكها. أنتجت في عدة دول منها ألمانيا وأسبانيا ومصر وتركيا، وما زالت تنتج تحت اسم شاهين حتى الآن. بطلت الراليات لعام 77 و78 و80. العربية شكلها كويس وحجمها معقول مع اتساع مساحتها مقارنة بال 128 أو بالشاهين.
يعني تمشي شبابية وتمشي عائلية، أدائها مقبول جدا ومناسبة للطرق والشوارع المصرية، وعلى الطريق ثابتة وبتجري كويس. استهلاك البنزين معقول جدا، وخاصة لو الكهرباء والكربراتير مظبوطين، وفوق كده قطع غيارها متوفرة ورخيصة، لا ينقصها إلا تكييف، وده سهل يركب لها واحد برضو. البارومة مش بتسرح فيها زي باقي العربيات، لأن الصاج بتاعها معالج ضد الصدأ. مشكلتها موضوع السخونية في الصيف، وده علاجه سهل بتركيب ريداتير نحاس 4 ماسورة ومروحة 6 ريشة. استعرض العربية 131، أول عرض معانا هنا على موقع أوليكس. في حد بيبيع عربيته فيات 131 للبيع على 25,000. وادي صور العربية، موديل 76، 131، عفشة جديدة، علبة دريكسيون، مساعدين جديدة، أمامي خلفي، مقصات، كله زيرو، موتور وفتيس وكورونا. يعني هو مجدد العربية وبيحاول يبيعها، وادي الشنطة بتاعتها ورا اهي. طبعا يتكشف على كل الكلام ده. نشوف عربية تانية، 131 ب 23,000، 131 موديل 81، سيارة 31 موديل 81، رخصة جديدة 3 سنين، مقاعد جلد، جنوط سبور، واضح العربية شد حيلها. ادي العربية قدامنا اهي. النوع الخامس معانا هي السيارة بيجو 504 معشوقة الملايين، موديل السبعينات، ودي سعرها من 20 إلى 30,000 جنيه حسب الحالة. واسعة جدا، بحر من جوه، سحبها حلو لحد 160 كيلومتر في الساعة. أي حد يشتغل فيها، وقطع غيارها متوفرة. قطعة الغيار الأصلي الفرنساوي الأوريجينال بتعيش فوق 10 سنين. شاسيها قوي جدا لأنه مصنع بطريقة غير تقليدية، بيتم تعريضه لضغط شديد وإدخاله أفران لحد ما يكتسب صلابة عالية، عشان كده مستحملة شوارعنا المكسرة وكتمة في نفسها. استهلاك البنزين فيها معقول، يعني بتعمل في حدود من 110 إلى 140 كيلومتر في الصفيحة. أما بالنسبة للطريق السريع فبتعمل أكتر من كده، بتعمل أكتر من 170 كيلومتر في الصفيحة. العيوب، اللي صمم العربية دي عالم مشهور في علم الطيران وميكانيكا الموائع، وصمم مؤخرة العربية مسحوبة زي الطيارات علشان وزنها يخف كل ما سرعتها تزيد لحد ما توصل إلى وزن صفر عند سرعة 215 كيلومتر في الساعة، ده على أساس إنها تقدر توصل للسرعة دي. وكل ده عشان تخفيف الوزن، بيقلل استهلاك الوقود بدرجة كبيرة. فالعربية مشكلتها إنها بتعوم جامد وما فيهاش اتزان مع السرعات العالية طبعا، إلا لو ركبت كاوتش وجنوط. تاني عيب فيها، صاجها غالي جدا، فحاول لو اشتريتها ما تعملش حادثة. استعرض العربية البيجو 504، أول إعلان معانا على أوليكس، بيجو 504 مشدودة بالكامل، عرضها على 30,000. واضح إن هو مغير فيها حاجات. دي موديل 74، 504 مشدودة، سمكرة، بوهية، سروجي، كهرباء، مكنة معمرة، لسه مخلصة تليين، رخصة سنة. العربية يعني هو خسران فيها 10,000، بيقول خسران 10,000 وعايز يبيعها ب 30,000 بدون فصال. العربية شكلها كويس، واضح انها مرشوشة فعلا، العربية واقفة على حيلها، حالتها كويسة، ومن جوه جلد برضو يمشي. شوف واحدة تانية، عربية بيجو جي ال ب 20,000، عارضها موديل 98، ده هي 504، هي موديل برضه 74 او 76، بيجو 504 صالون، غاز وبنزين، موتور جديد، استيراد في الرخصة، الرخصة منتهية اول نوفمبر 2019، ضريبة مدفوعة، البيع بعد مسجل، العربية بتسافر بيها، محتاج شد نظيفة واتفرج عليها. المهم العربية قدامنا اهي، فيها الاسطوانة بتاعة الغاز. نشوف عربية كمان، دي عربية بيجو 504 معروضة على 30,000، موديل 76، مرور الشروق، شغالة غاز وبنزين برضو، رخصة سارية 3 سنين، حالتها كويسة مش وحشة. النوع السادس هي السيارة مازدا 323 موديل الثمانينات، ودي سعرها من 20,000 إلى 30,000 جنيه حسب الحالة.
سعة المحرك 1300 سي سي، قوة محركها 68 حصان، العزم 95 نيوتن متر، نظام الوقود بتاعها طبعا كاربيراتير، وزن العربية 850 كيلو جرام، ناقل الحركة مانيوال، صالونها واسع وكراسيها مريحة، والشنطة بتاعتها واسعة، العفشة بتاعتها ناعمة جدا وخفيفة، السحب معقول، صوت المحرك خفيف، استهلاك البنزين معقول جدا، من 180 ل 200 كيلو متر في الصفيحة، وبتاخد بنزين 80 كحالة العربيات القديمة. قطع غيارها متوفرة إلى حد ما، ولكن في أماكن معينة وسعرها معقول. مفيش منها كوري كما يشاع بين الناس. مشكلتها إنها قريبة من الأرض وبتحك في جميع المطبات الحكومية والخاصة. نستعرض العربية مازدا 323، أول عربية معانا على موقع أوليكس، صاحبها بيبيعها ب 28 ألف، موديل 82، مازدا 323، فابريكا دواخل، طقم جنط سبور، فردتين أمامي جداد، فرش جلد طارس سبور، وعامل فيها شغل. العربية قدامنا اهي. نشوف عربية كمان، مازدا 323 بحالة ممتازة على 30 ألف، موديل 81، بحالة ممتازة، رخصة باسم المالك، فابريكا دواخل، تكييف يحتاج لصيانة. العربية اهي، شايفين شكلها يعني معقول كويس، طبعا ما فيش حاجة من دي تبان إلا مع الكشف. نشوف واحدة كمان، مازدا 323 بحالة ممتازة للبيع، عرضها على 28 ألف، موديل 80، 323، موديل 80 مشدودة بالكامل، سمكرة دوكو بدون خدش، موتور 1400 بحالة جيدة، عفشة وآلة جر. المهم الراجل مجددها عشان ما نضيعش وقت. مازدا 323 هي، واضح شكلها فعلا مشدودة، حالتها كويسة جوه وبره. طبعا الدواخل بتاعتها تبان بالكشف، الموتور بتاعها واضح ان هو غسله، الحوض نظيف. النوع السابع معانا هي السيارة شاهين موديل التسعينات، ودي سعرها من 25 إلى 30 ألف جنيه حسب الحالة والموديل. العربية تركي تحديثا لل 131 الإيطالي، تابعة لشركة فيات، تم تصنيعها في تركيا في شركة توفس تحت اسم شاهين ودوجن وكارتال، ومنها 3 طرازات، طراز شاهين وطراز دوجن وطراز كارتال اللي فيه 7 ركاب. الشاهين بخيلة في الكماليات زي التكييف والباور والزجاج الكهرباء، يعني مش كل موديلات الشاهين تتميز بالمواصفات دي، ولكن الدوجن بتتميز بكل المواصفات والكماليات، وبتتميز كمان بالمحرك ال 1600 سي سي. مميزات الشاهين انها عربية عملية جدا وقوية، وبتستحمل الطرق اللي في مصر، عالية عن الارض، وده بيخليها تعدي اي مطبات. العربية ناشفة كصاج وبتستحمل، يعني ممكن تخش بيها في حيطة وهتسد معاك. العفشة سهلة من ناحية فك وتركيب وصيانة، وبتتحمل النقر والحفر والمطبات، وتقدر تفك وتركب انت بنفسك من غير صنايعي. قطع غيارها في صيدليات، مفيش اكتر ولا ارخص من كده. بتقبل التعديلات بجميع انواعها، وشكل العربية وابعادها واضحة وبسيطة. عيوبها ان صوتها عالي بسبب سوء العزل بتاعها، وصوت المكنة بيعلى جدا بعد 120 كيلو متر في الساعة. الكورونا بترشح زيت بسبب الاهمال وقلة الصيانة، وده بيسبب تآكل التروس وحدوث صوت عالي، وده عيب مشهور في العربية الشاهين. الفتيس تقيل نوعا ما، والدبرياج تقيل جدا، وهيطلع لك عضلات في سمانة رجلك. مشط الاسبراتير الكتروني دائم العطل، ولكن الاسبراتير العادة ليس فيه عيوب. الانجكشن فيها سيء بالبلدي كده، ما بيستحملش بنزين 80 وبيبوظ بسرعة، عشان كده معظم ملاك العربية الانجكشن قلبوها كاربيراتير زي موديلات الأقدم. العربية بتسخن بسرعة، بس حل الحكاية دي انك تركب مروحة اكبر للتبريد. العربية مش ثابتة على السرعات فوق المتوسطة 80 كيلو فما فوق، وبتميل وتعوم من ابسط مناورة. بطانة الأبواب وحشة جدا، العدادات مش واضحة، بس حل الحكاية دي انك تركب لمبة أقوى في العدادات. استعرض العربية الشاهين، وأول عرض في حد بيبيع عربية على أوليكس، شاهين ب 24500، دي موديل 93 شاهين،
للبيع ومفيش فصال، العربية كذا. المهم هو الراجل مش عايز فصال لأنه واضح إن هي يعني صارف عليها ومشدودة. عرضها على 24.5. نشوف واحدة تانية، ادي شاهين موديل 2005 معروض على 29,000. 2005 مركونة، عفشة جديدة ومركب لها كاوتش جديد، الموتور ما فيهوش غلطة، لسه عاملة صيانة كاملة. العربية قدامنا اهي صورها، تمام. نشوف عربية كمان، شاهين موديل 97 ب 30,000. موديل 97 شاهين، سيارة رخصة سارية لحد 21، سعر قابل للتفاوض كمان. يعني الراجل ده بيتكلم مثلا في 28 ولا حاجة. نشوف العربية فيها ايه ونخصم. تحتاج فرش، وبالكشف طبعا هنفهم محتاجة ايه تاني. واخيرا تامن عربية معانا، السيارة سوزوكي سويفت موديل التسعينات بسعر من 25 الى 30,000 جنيه حسب الحالة. السويفت عربية يابانية ممتازة واعتمادية واقتصادية جدا، وقطع غيارها متوفرة، وبالسعر اللي انت عايزه سواء ياباني او تايواني او صيني. وبالنسبة لسعر البيع هي مش تقيلة قوي في البيع، ولكن في نفس الوقت هي مش بياعة زي ال 128 مثلا. يعني يوم ما تبيع لو السوق نايم ممكن تخسر 1,000 أو 2,000 بالكتير عن تمنها. السوزوكي ماركة محترمة جدا، بس للأسف مش واخدة حقها في السوق المصري، حالها حال عربيات كتير محترمة. ليه مش عارف، بس هو ده السوق المصري زي ما احنا عارفين. من مميزات العربية ان موتورها 1500 سي سي، موتور ناعم جدا زي كل الياباني، اقتصادية في البنزين، قطع غيار متوفرة ورخيصة، الشكل الخارجي مقبول. الموتور لو 1500 هو موتور قوي وسحبه ممتاز، الباور متميز. اهم عيب فيها ضعف الثبات على الطرق السريعة، وخصوصا بعد 90 كيلومتر في الساعة. الصالون ضيق بشكل ملحوظ، التكييف بتاعها ضعيف نسبيا، العربية قريبة من الارض وبتحك في المطبات وخصوصا مع التحميل. نستعرض العربية سوزوكي سويفت على موقع اوليكس. اول واحد بيبيع العربية هنا بيبيعها على 28,000، 28,500. عربية سويفت موديل 94، سيارة بحالة جيدة، الصور مبيناها كويسة مش وحشة. نكشف عليها ونشوف ايه ملاحظها، ولكن العربية في الشكل العام كويس. نشوف واحدة تانية، سوزوكي سويفت ب 30,000 موديل 95، زجاج أمامي بيه شرخ كتر خيرك. العربية قدامنا اهي حالتها كويسة، فرش وجوه وبره. وبكده نكون خلصنا العربيات المحترمة اللي في حدود السعر. في أنواع ما اتكلمتش عنها زي المرسيدس 200، الخنزيرة، والجولف واحد، وغيرهم كتير، لأن ببساطة قطع غيارهم بقت نادرة وفي منها مش موجود، وحالة المعروض منهم للبيع سيئة، وده طبعا بسبب ندرة قطع الغيار. فالناس بتضطر تولف مع أنواع تانية، أو تصنع أو تخرط أو تصب فوانيس وتعدل صاج، وده طبعا شيء متعب، وفي الاخر هتبقى عربية كوكتيل او مسخ ب4 عجلات. في نهاية الفيديو اشكركم على حسن المتابعة، واتمنى يكون الفيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.